الخير البوصلة حلقة التلات. احنا قطعنا شوط كويس في حكاية شرح نقدنا او القديم جدا المتجدد بما اني شرحت الآية خلاص وده الاهم، لكن من كتر الاسئلة يعني فقلت اخدها كده في حلقتين. شرحنا الدليل المعقد الملخبط الرياضي التاريخي في نفس الوقت اللي يثبت ان السيدة عائشة لم يكن سنها في بدء اول سنة من الهجرة 9 سنوات، وده يتنافى مع الرواية، احنا قلنا نسميها رواية، المنقولة عنها ويمكن أغلب الظن خطأ، التي موجودة هي في البخاري واللي قريناها امبارح. طيب ندخل على تاني دليل عشان في أدلة كتير جدا عايزين نخلصهم في الحلقة دي وحلقة بكرة عشان الموضوع مش مستاهل، بس أنا عشان دلوقتي في سبوت على الكلام أكتر من 2013 لما عملت حلقة واحدة عن المسألة دي، فعشان الناس يعني اللي ما قريتش البحث لأنه طويل جدا وملخبط ومعقد تبقى فاهمة الحكاية. نستدل بقى، احنا استدلنا بولادة السيدة أسماء وعمر السيدة أسماء اللي ذكرته كافة المصادر. تاني أنا بقول حلقة جزء من حلقة ممكن بتاعت الأسبوع الجاي هقول بس في مصادر عشان ما تبقاش كلها أرقام في أرقام في أرقام، هقول بداية والنهاية صفحة كذا مش عارف ايه صفحة كذا عشان ما يقولوش إسلام بيقول من عندياته يعني زي ما بيقولوا هم بلغتهم يعني. المهم السؤال بقى، تعالوا نقرا حاجة مهمة جدا من المصادر عن وفاة السيدة عائشة. فاكرين انتم امبارح انا قلت لكم ان هي حضرت وفاة ابنها لانها عمرت كثيرا في العمر، الله يرحمه الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير لما قتل وذبح على يد السفاح الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي وعلقوه على باب الكعبة، وكان هد عليه الكعبة قبلها يعني حاجة كده بسيطة خالص، مش عايزين ندخل في الموضوع ده. المهم كل المصادر نفس المصادر اللي هجيب لكم أرقامها وصفحاتها، بس يعني إلى أن بداية والنهاية وفيات الأعيان وأسد الغابة وكل المصادر وتاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير وكل المصادر تتكلم عن الصحابة، قالت أن السيدة أسماء ماتت عام، ركز معي، 73 هجري يعني عمرت بص فين، وكانت تبلغ من العمر 100 سنة كاملة. مفيش حد قال أقل من السن ده، تمام. اطرح بقى، احنا قلنا انها ولدت عشان يأكد اكتر العمر بتاعها بالظبط، ان الوفاة عندهم اهم، فسيدة اسماء ماتت في 73 هجري، الرسول توفى 11 وهي كان عندها 14 سنة لما الرسول القي اليه الوحي وانزل عليه الوحي، يعني بص عمرت قد ايه. اجمع بقى، ادي 14 قبل بعثة النبي زي ما حسبنا امبارح، و13 في مكة ادي 27، ومن زيرو بقى من بداية البعثة النبوية الهجرة يعني زيرو سنة زيرو اللي هي اول سنة في المدينة ل73 اللي هي توفت فيها ادي 73 سنة و27 100 مقفلة زي ما المصادر قالت بالظبط، ده يأكد اكتر ميلادها مش بس وفاتها، ولما يأكد ميلادها هيأكد اكتر فكرة انها فرق العشر سنوات كان بمؤكد أكتر، فتبقى برضو السيدة عائشة أصغر منها بعشر سنوات، فتبقى لما بدأت البعثة النبوية كانت السيدة عائشة بما أن السيدة أسماء عندها 14 فكانت السيدة عائشة عندها 4، إذن ولدت 4 قبل بعثة النبوة وليس بعدها زي ما لو حسبنا على رواية أنك عندها 9 سنين أول سنة في المدينة، هذا غير صحيح. أدي تاني دليل. نخش بقى على أدلة بعيدة عن المصادر التاريخية وفي صلب الأحاديث. بصوا الطبري في تاريخ الطبري في تاريخ الأمم والملوك اللي هو ما يسمى تاريخ الطبري بيقولك حاجة لطيفة، بيقولك إن كل أولاد أبي بكر ولدوا في الجاهلية. ركز معي، أبو بكر عنده أولاد كتير، عبد الرحمن ومحمد وعبد الرحمن أبي بكر ومحمد أبي بكر اللي شارك في يعني او احد قط يعني مش عايزين نتكلم، مهم اولاد ابو بكر والسيده اسماء والسيده عائشه من امهات مختلفه بالمناسبه يعني، لكن ده كلام الطبري كل اولاد ابي بكر ولدوا في الجاهليه. خلاص، اذا السيده عائشه لو اتولدت 4 قبل البعثه النبويه ده ما يسمى مجازا الجاهليه، تمام، قبل البعثه النبويه. نكمل ابن كثير بقى في البداية والنهاية، احنا قلنا ان انا حلقة بقى نهاية الاسبوع اللي هي بكرة او اول جزء من حلقة الحد القادم هجيب لكم كل المصادر بالصفحات عشان بس
كتر الارقام مع كتر الصفحات زي ما انا قلت تلخبط الدنيا. ابن كثير في البدايه والنهايه بيقول كلام مهم جدا واضح صريح ياكد التسلسل الزمني الطبيعي اللي احنا مؤمنين بيه، ان هي اكبر من دي 10 سنوات فتبقى مولوده وتبقى كبيره وتبقى تبيانا او زي ما النص بيقول بلغوا النكاح والدنيا ماشيه شبه بعضها، لكن النشاز هو اللي يكسب دايما. لا كان عندها 6 سنين يا باشا ما حصلش، لازم نستقرئ التاريخ قبل ما نقول الكلام ده. المهم بص ابن كثير بيقول ايه. ابن كثير بيعدد في البدايه والنهايه اللي هو تاريخه، يعني تاريخ ابن كثير، بيقول ايه. بيقول اي من الصحابه اسلم في 3 سنين الاول اللي كانت الدعوه فيها سريا، انتوا عارفين الرسول حينما انزل عليه الوحي فقيل له ادعوا الاقربون اللي تثق فيهم الاصدقاء اللي هم الدعوه السريه 3 سنين، وبعدين في نهايه السنه الثالثه جاء الوحي قال له فاصدع بما تؤمر، خلاص يعني قول اللي عندك للناس. فالحادثه الشهيره التي وقف على جبل وقال لو قلت لكم يا قوم، فاجتمعوا قال لهم لو قلت لكم اني وراء هذا الجبل جيش يعني كذا كذا، فقالوا له امين ونصدقك وكل حاجه جميل. فوقفوا الحادثه الشهيره اللي كان فيها للاسف عمه ابو لهب. المهم فابن كثير بيحدد من كان من الصحابه قد اسلم، خلي بالكم الكلام، بعد 3 سنين السريه وقبل او في اول 3 سنوات، يعني السابقين او السابقون الاولون من الصحابه المؤمنين. ده ابن كثير مش اسلام. فابن كثير بيقول ايه؟ بيقول ومن عدد الاسماء الذكوريه، وبعدين بيقول ايه؟ ومن النساء اللي اسلموا في 3 سنين الاول قبل اشهار النبي للبعثه. حلو؟ بيقول ايه بقى؟ بيقول ومنهم اسماء بنت ابي بكر وعائشه وهي صغيره، فكان اسلام هؤلاء في 3 سنين ورسول الله يدعو في خفيه، ثم امر او امر الله عز وجل رسوله باظهار الدعوه. مين اللي قال يا فندم؟ انا؟ مش انا، ابن كثير. ابن كثير بيقول كالتالي، ركز، وده يمشي مع السياق كله اللي احنا سياق التاريخي والديني والإنساني والعقلاني. الرسول احنا قلنا بالحسبة بتاعت الرواية اللي هي المفترض ما نقول عن السيدة عائشة تبقى اتولدت بعد السنة الرابعة من بدء البعثة النبوية، يعني 3 سنين الأول الأوائل يعني اللي في الخفية خلصوا خلاص، خلصوا خلاص، وبعدين السنة الرابعة بقى الدعوة معلنة اتولدت بقى السيدة عائشة. ده لو خدنا بالرواية ان هي كان عندها 9 سنين لما اتجوزت النبي. ركز بقى في اللي بيقوله ابن كثير. احنا قلنا لا اصغر ب10 سنين وبتاع، المهم ان هي اتولدت 4 قبل البعثه النبويه، يعني وهي في ال3 سنين بتوع اول 3 سنين من البعثه النبويه في خفيه يعني متداريين سرا، كان عندها 7 سنين وبنت صبيه ممكن تعي. فابن كثير بيؤيد الكلام ده، بيقول وكان اسلام النساء بقى، ومن اسلموا او اسلمنا من النساء مبكرا أسماء بنت أبي بكر وعائشة وهي صغيرة، فكان إسلام هؤلاء في 3 سنين ورسول الله يدعو في خفية. جميل. يبقى ده لو صدقنا رواية ابن كثير يبقى السيدة عائشة المفترض على الرواية التانية ما كانتش موجودة في الخلق، ما كانتش جاءت نسمتها الحية إلى الحياة لو خدنا بالرواية ان عندها 9 سنين وقت الهجرة للمدينة، لانها اتولدت في السنة الرابعة بعد البعثة النبوية. اما هنا ابن كثير متماشيا مع الخط التاريخي السليم بيقول ايوة، ومن اللي اسلموا في ال3 سنين الاول اللي المفروض ما كانتش موجودة فيهم ما اتولدتش في الرواية التانية، بيقول من ال3 سنين الاول اللي اسلموا من النساء عائشة اسماء وعائشة وهي صغيرة، لان حط فوق عمر عائشة اللي هو مثلا نقول 6 7 لانها مولودة 4 قبل البعثة، 10 هتبقى سيدة أسماء ناضجة بقى تتحسب من الصحابيات عندها 16 17. فهو بيقول وعائشة وهي صغيرة. جميل. يعني عائشة كانت موجودة في الحياة قبل سنة 4 من البعثة النبوية. أيوة، لدرجة إنها محسوب إسلامها حتى مش رضيعة، يعني صبية تعي. إذن ده يؤيد أكتر إنها مولودة 4 قبل البعثة النبوية
وده اللي يؤيد اكتر الفرق بينه وبين السيده اسماء، وده اللي يؤيد اكتر ان لو جمعنا 4 قبل البعثه النبويه و13 في مكه وسنه في المدينه يطلعوا 18 وتطلع السيده عائشه تزوجت للدليل رقم 5 أو 6 تزوجت النبي وهي عندها عاقله بالغه رشيده عندها 18 سنه. لسه في ادله كتير بس انا بلخص لكم يعني. ماشي؟ نكمل بقى في دليل مهم جدا. البخاري نفسه اللي طلع الرواية بتاعت يعني أخرج رواية عائشة، أخرج رواية تانية لطيفة جدا. بيقول إيه؟ بتقول السيدة عائشة عن نفسها في البخاري برضو، بتقول باب، الباب كده اسمه جوار أبي أو جوار أبي بكر في عهد النبي، أن عائشة قالت لم أعقل أبوي قط، خلي بالكم الكلام، إلا وهما يدينان الدين. أبواي اللي هي السيد الصحابي الجليل أبو بكر الصديق وأمه، لأن هم من أمهات مختلفة أخواتها. ولم يمر علينا يوما إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية. جميل. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة. عائشة بتقول أنها لم تعقل أبويها إلا وهم يدينان الدين. جميل. ده الرواية فين؟ في البخاري. وده قبل هجرة الحبشة. وبتقول النبي كان يأتي بيتهم كل يوم، كل يوم بتشوفه وهي تعقل أبواها مسلمين والرسول بيأتي طرفي النهار وبكرة وعشية صبح وليل. وما يؤكد كانت عاقلة في قبل هجرة الحبشة. طيب هجرة الحبشة كانت امتى؟ كانت 5 من بدء البعثة النبوية. خلي بالكم فيه هجرتين للحبشة، دي اولهم. فلما هي بتقول فلما ابتلي ابو بكر خرج ابو بكر مهاجرا الى الحبشة. طيب هجرة الحبشة 5 من بدء البعثة النبوية. طب لو هي اتولدت 4 على حساب الرواية اللي احنا عارفينها، 4 قبل البعثة النبوية، بعد البعثة النبوية، يعني بعد ما الرسول اصبح 4 سنين بقاله 4 سنين نبي هي اتولدت، وهم هاجروا 5 او اول محاولة للهجرة كانت 5 من بدء البعثة النبوية، يعني هي بالمفترض كان عندها سنة واحدة، لا عقل ولا شافت النبي ولا راح وجيته للنهار ولا عقلت ابويا وهم يدينان الدين. تمام. السؤال بقى، لو هي بتقول عن نفسها لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين، وإن هي شافت ده لما الرسول راح وجاي من الزيارات وبعدين الهجرة جت، يبقى هي على الأقل تتكلم قبل سنة 5 بدء الوحي، يعني اللي هي فيها الهجرة بتاعت الحبشة، على الأقل مادام بتتكلم عن أعقل عندها 7-8 سنين 6-7 سنين، وده يتفق تماما مع أنها تولد 4 قبل البعثة النبوية، وقول هجرة الحبشة 5 بعد البعثة النبوية، قال لي 9 سنين، عندها 9 سنين فواعية وبتشوف الرسول وهو رايح وبيزورهم وجاي. إنما لو خدنا بالرواية إنها كان عندها 9 سنين بس لما هاجروا المدينة، يبقى هي كان عندها في اللحظة اللي بتتكلم عنها إنها عقلت أبويها وشافت زيارات النبي قبل هجرة الحبشة 1 سنة، وده مستحيل، ما كانتش أصلا موجودة بقى، لأن الزيارات والحاجات قبل السنة دي كمان رايح، وما عقلتش حاجة بقى خالص حتى لو عندها سنة، فين العقل بتتكلم عنه؟ ادي الدليل رقم 6 أو 7 كمان. المهم هطلع فاصل ده وارجع. بص، في رواية في مسند احمد في رواية لطيفة جدا او حديث، يعني رواية على الطريقة اللي انا قلتها لكم، يعني انه ما يعتبرش حديث، بس بصوا يعني بيقول ايه في مسند عائشة. هو أحمد بن حنبل عمل الكتاب بتاعه بطريقة غير البخاري ومسلم خالص، مش باب الحاجة نفسها اللي بتفعل، لا، باب بالإسنادات، يعني باب عائشة، مسند عائشة، كل ما جاء عن عائشة من كلامها، باب أبو بكر، باب عمر، كده يعني طريقة كده. ففي مسند عائشة بيقولي بقى لما هلكت خديجة، هلكت يعني توفت، بس هم كانوا يعني أشداء في الألفاظ كده، خلي بالكم السيدة خديجة توفيت في عام الحزن اللي هو كان الرسول لسه في نهاية العهد المكي،
اللي هي السيدة عائشة، نفترض على كلام الرواية بقى اللي هي هم مصدقينها، إن عندها 7 6 سنين عشان توصل لأنها تبقى عندها 9 سنين في أول سنة في المدينة. جميل. بص بقى الرواية بتقول إيه. بتقول لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان ابن مظعون، خلاص مرات صحابي يعني خولة بنت حكيم، قالت يا رسول الله ألا تتزوج؟ يعني بتعرض على رسول الجواز لأنه أصبح أعزب وسيدة خديجة أو أرمل يعني، وسيدة خديجة للأسف توفيت. فقال لها إيه؟ فقال لها قال من؟ أتجوز مين؟ بصوا هي بتعرض عليه المؤاخذة يعني دي الخطبة، فهي شايفة الستات اللي موجودة وصالحة للزواج فبتعرضهم عليه. خلي بالكوا عائشة في اللحظة دي قولا واحدا على الأقل 6 سنين 7 سنين بكل معاني اللغة والعقل والإنسانية والدين مش موجودة في قائمة الستات. فقالت له إيه؟ قالت له إن شئت بكرا وإن شئت ثيبة. قالت له رسول الله في ستات كتير يتمنوا يبقوا يعني ده أنت الرسول يعني، ففي ثيب يعني مطلقة وفي بكر، وأنت عارفين مجتمعهم كان طريقته كده يعني. قال فمن البكر؟ بيقول لها مين البكر؟ قالت أحب خلق الله إليك ابنة أحب الله أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. يعني مفترض أن الخاطبة خولة بنت حكيم راحت شايفة كده حافظة في دماغها الستات اللي نافعات وموجودات في المكة ساعتها ينفعوا يليقوا برسول الله، فبتقول له في نوعين تحب تتجوز. قال لها مين؟ قالت له في بكر وفي ثيب. قال لها طب قولي لي مين البكر؟ قالت له ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. بالذمة لو هي عندها 6 سنين وهي بتكلموا عن زواج واحدة تقوم بدورها يعني زوجة على المستوى الجسماني، زوجة على المستوى العقلاني، زوج على مستوى حتى لو يعني وإن كان ده مش دورها تساعد النبي كده وتهيأ له حياته. السؤال بالذمة في واحدة ممكن عاقلة تعرض العرض ده على رسول على بنت عندها 6 سنين جاهزة للجواز؟ انتوا متخيلين ده لما هلكت خديجة يعني حتى مش نهاية البعثة مش نهاية العهد المكي، لا ده قبله بسنة ونص 6 سنين ومتعرض عليه كده، وده يثبت اكتر ان لا هي بتعرض عليه فتاة قد تكون في نظرها شابت. ليه؟ لان هي عندها 4 قبل البعثة النبوية و13 في مكة، ادي 17 زي الفل. تقول له بقى في بنوتة بكر حتى يليق عليها لفظ البكر ناضجة يعني، وبنت احب خلق الله اليك وخلق الله اليك وما اتجوزتش تمام. فيقول لها مين؟ تقول له عائشة. فهو لا يستنكف حتى الكلمة، مش يقول لها مثلا هذه طفلة هذه صبية دي مع ايه ده، لا سكت الرسول ويعتبر وافق وبالشكل ده تمت الزيجة. لكن تقول لهم لا كان عندها 6 سنين ونص يقولك اه هي عرضتها وهي بتتخطب وتتجوزوا عندها 6 سنين ونص. المهم وفي حديث تاني برضو في مسند احمد عن خطبة عائشة للرسول، ف أم رومان اللي هي أم السيدة عائشة اللي هي زوجة سيدنا أبو بكر بتقول إيه بقى؟ بتقول والله على مطعم بن عدي. بص مطعم بن عدي ده واحد كان من مش من المسلمين بالمناسبة يعني، خلاص. بتقول إن مطعم بن عدي ذكرها على عائشة على ابنه، ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط فأخلفه. يعني المعنى إيه؟ المعنى إن مطعم بن عدي وكان كافر قد خطب عائشة لابنه جبير بن مطعم، خطبها بالكلام من بعيد كده قبل جوازها من النبي، ركز. فبتقول له مش هينفع لما جت خولة تقول لها عايزين نتجوز السيدة عائشة للنبي، قالت لها مش هينفع لأن أبو بكر وعد واحد بيها خلاص هيتجوزه قبل يا فندم. فركز القبل ده معناه ايه؟ ان هي المفروض على الروايه بقى الثانيه بتقول لك خطبني او تزوجني يعني كتب الكتاب يعني، وانا بنته 6 اللي رناها امبارح وبنى بينا بنته 9. يعني قبل ما خوله تتكلم وهي عندها 6 سنين كانت متكلمين عليها ومخطوبه او شبه كلام لمطعم بن عدي لابنه جبير بن مطعم.
يعني كان عندها مثلا كام؟ 4 سنين بالذمه يا جماعه. ايه ده؟ يعني ازاي الروايات دي عدت؟ يا جماعه ده مخطوبه قبل النبي او متكلمين عليها بلغتنا. وهي عندها بقى كام بقى؟ لما هو النبي بعد الموافقات والحاجات بقى عندها 6 سنين مفترض بكلامهم. 6 سنين كتب الكتاب. طب الاخ متعب بن عدي ده وابنه جبير كانوا اتكلموا عليها امتى؟ في المهد؟ وده يثبت اكتر ان لما واحده يكونوا موعوده لحد والموضوع كده اذا هي كانت في سن تانية خالص. تتوافق مع الخط الزمني كان عندها 16 17. فيبقى تروح لوعده تقول له والله ده كانوا متكلمين عليها بس ابو بكر ما بيخلفش وعده بس هو ده كافر. جبير بن مطعم وابوه مش مسلمين. فممكن نتملص من الوعد لانهم مش مسلمين. والاسلام بدأ يحرم يعني العلاقه دي لانه كافر مش صاحب دين خالص. كل دي ادله مش عاجبه حد. ولسه فيه بمناسبه يعني. مش عاجبه حد خالص، مش عاجباهم، ما حدش بيتكلم. هي الروايه التي قيل فيها انها 6 سنين و9 سنين هي 6 سنين و9 سنين. اضرب بقى التاريخ والجغرافيا والبتاع والمنطق والاضرب اضرب اي حاجه. طبعا ده غير بقى الاهم قران واياته والنسق التاريخي وان الرسول هو اللي قال بكره تستأمر ولا الايم تستأمر ولا بكره تستأذن وكل بقى الادله اللي قلناها الاسبوعين اللي فاتوا. رغم ده موضوع لصيق لكنه بيعتمدوا عليه اعتماد مخيف. بقول لك البخاري سماه انكاح الرجل ولده الصغار قبل الحيض. اسم الباب في البخاري في كتاب البخاري يعني كده. انه ايه يعني؟ في ايات واحاديث اهملت عشان يمشوا الروايه التاريخيه دي. فيبقى حلال لكل الستات واصل هي السيده عائشه هي الدليل. يا فندم السيده عائشه ما اتجوزتش في السن ده اصلا وكل الروايات اللي بحكيها لك دي بتثبت ده. ولسه على فكره في دليلين مهمين جدا جدا جدا. فاللي عايز اقوله لكم بس إلى أن نكمل الدليلين. السؤال تاني اللي قلته بس بطريقة أعمق شوية. هو لو دلوقتي يا سيدي هفترض كده زي الأسبوعين اللي فاتوا 1 في 1,000,000,000,000 خطأ أو افتراض علمي إن ده حصل. يعني للأسف حصل، طبعا لم يحدث. والرسول تزوج السيدة عائشة في السن ده. ده كده يعني كلام ها افترضوه جدل علمي يعني. هو مين اللي احسن لا مؤاخذه يعني انك تقول لا يا جماعه ما حصلش وتخلي الموضوع انساني وعقلاني وتقول لا كانت 18؟ انا مش بقول ان احنا بنعمل كده بدليل كل الادله اللي انا بقولها دي، ولا تدافع وتنافح ان لا هذا الرجل العظيم صاحب ال 55 عام ساعتها او 54 تزوج عندها بنت عندها 9 سنين بل انه على كلام البخاري بنى بها يعني دخل بها قبل الحيض. مين اولى بالتصديق؟ يعني على راي القران اي الفريقين احق بالامن؟ مين اللي يكون ساند ظهره كده ومرتاح انه بيعبر عن الصوره الصحيحه للاسلام او للنبوه؟ خصوصا بقى وان القران يؤيده والايات والاحاديث والوقائع وان الرسول يقول واللغة كلمة من نسائكم اللي في الآية بتاعت لم يحضن والعقل والمنطق والطب والتاريخ والأحداث التاريخية وتسلسل عمر السيدة عائشة والروايات إنها اتخطبت قبله والروايات إنها مش عارف إيه والروايات إنها حضرت البعثة عاقلة لزيارات النبي قبل بعثة أو قبل هجرة الحبشة والروايات لسه أقولها لكم كمان بكرة. كل ده إحنا اللي مؤامرة على الإسلام عشان بقول لك النبي لم يفعل ذلك أبدا لأنه لا قرآن ولا سنة ولا هو ولا السيدة عائشة ينفع ده كله على بعضه. تطلع إحنا بقى المؤامرة الماسونية وإن الراجل اللي مش عارف متكئ على إيه عايز يهدم سنة النبي. بئس القول. كمل بكرة وأشوفكم بكرة.